بنور العلم واليقين الله اكبر ابدا وهذا النور لا ياتي الا للصالحين إلا المطيعين تاب الله علينا واصلح الله احوالنا الان الناس يريدون يريدون علما لكن غير نور ها؟ يعني يتعلم ويعصي يتعلم ويعصي إيه؟ ثم يشكو ويقول انا ما استطيع ان احفظ ولا استطيع إيه؟ شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي أصلح الله عز وجل أحوالنا كنا قبل خلينا نقرأ في صفة الصفوة في ترجمة ميمون ابن سيا نعم قال عن كهمس بن عبد الله قال سمعت ميمون بن سيا وكان أكبر من الحسن يقول تذاكروا عندي رجلا من هؤلاء السلاطين اسمعوا تاب الله علينا، الآن الناس يأكلون لحوم العلماء والأولياء وهم يضحكون ويدعون العلم كذبوا الله قال: تذاكروا عندي رجلا من هؤلاء السلاطين فوقعوا فيه ولم أذكر منه خيرا ولا شرا، قال: أنا ساكت. نعم. قال: فانقلبت إلى بيتي فرقدت فرأيت فيما يرى النائم كأن بين يدي جيفة زنجي ميت منتفخ. منتن وكأن قائما على راسي او قائلا يقول كل كل قلت يا عبد الله ولم اكل؟ قال بما اغتيب عندك فلان؟ آه فلان اغتيب عندك وانت ساكت؟ انت شريك في هذه الجريمه كل نعم قال قلت ما ذكرت منه خيرا ولا شرا كما يقول أكثر من يقول والله الحمد لله أنا ما اغتبت إيه أنت سكت أنت شريك في هذه الجريمة فقال ولكنك استمعت ورضيت قالوا عن حزم قال كان ميمون ابن سيا لا يغتاب لا يغتاب كثير من الناس يقول الحمد لله ربي عافانا من هذا لكن اسمع إلى الثانية ولا يدع أحدا يغتاب عنده هذه ما يقدر عليها إلا الصديقون جل الناس اليوم نعم والعياذ بالله سكتوا عن هذا يعني هو ما يغتاب ولكن اغتيب أمام العلماء والصالحون وهو ساكت ولا يدع أحدا يغتاب عنده رضي الله عن شيخنا هذه سيرة شيوخنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق لأن عشرات السنين خدمته أبدا ما حصلت غيبة لا خرجت منه ولا ترك أحدا يغتاب في مجلسه واحد مرة تكلم عن أنسة من القبيسيات فقال له شيخنا الشيخ عبد الرزاق حابي الله يرضى له روح شوف حالك هكذا أو لا ما بلغوا الصديقية هكذا نحن الآن عندنا تخليط وتلبيس إبليس لبس علينا الشيطان الآن آه دراسة علم ويقرأ قرآن ويحفظ و لكن إيه في المجلس اغتيب عنده هذا وهو ساكت وهذا ساكت ما هات لي من يدافع عن اخيه اليوم. هات لي من يدافع عن اخيه ما صنع كعب بن مالك؟ ها قال احد الصحابه شغله برداه والنظر في عطفيه. قاعد الان في مزرعته يمشي معنا 700 كيلو الى تبوك فقال سيدنا معاذ له: بئس ما قلت بئس ما قلت والله ما علمنا عليه الا خيرا. أتي لي طالب علم او عالم او نادر ان تجد من يدافع عن اخيه مسلم انت انا ابو رشيد صاحبته صاحبته منذ ثلاثين سنه وتعرف صلاحه ثم جاء لك ابن لك ياكل من اللحم وانت ساكت شريك انت في الجريمه شريك عبد تاب الله علينا واصلح الله عز وجل احوالنا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على ماذا نضحك نحن ما, ما, ما أدري على ماذا نضحك نحن نغم عن حسن البصري رضي الله تعالى عنه قال يكن أبا سعيد وكان أبوه من أهل بيسان فسبي فهو مولى الأنصار ولذا في خلافة عمر إن حسن البصري رضي الله عنه وحنكه عمر بيده هنيئا له حسن البصري من حنكه سيدنا عمر الخطاب وكانت امه اسمعوا الى الخدمه كانت ام الحسن تخدم ام سلمه زوج النبي عليه الصلاه والسلام أبنى. فربما غابت اي امه فتعطيه ام سلمه ثديها تعلله به الى ان تجيء امه فيدر عليه ثديها فيشربه فكانوا يقولون فصاحته من بركه ذلك يعني فصاحة التي جاءت عز بصري، ها من بركته، فصاحه مع صدق، ها اما فصاحه من غير صدق ربما كانت وبالا على اصحابها، والعياذ بالله انا اعرف رجل كان فصيحا لكن فصاحته من غير صدق واخلاص، غدا منافقا كان يترك تسبيح الله ويسبح بأنعم بامجاد الذين يعطونه من الاموال او يعطونه من أشياء دنيوية يا لطيف نسأل الله السلام قال إبراهيم لعيسى ليشكو ما رأيت أطول حزنا من الحسن اسمعوا ما رأيت أطول حزنا من الحسن حسن البصري يفكر في شؤون الآخرة شؤون الحساب وما رأيت إلا وما رأيت إلا حسبته حديث عهد بمصيبة تراه حزينا كأن ولدا له قد مات أو مات أبوه أو ماتت أمه وعن يونس قال كان الحسن يقول نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيئا أصلح الله عز وجل أحوالنا نحن الآن صرنا في هذا الزمن لقد واحد تقبل الله إليك بدعة الله أكبر الله أكبر سلفنا الصالح قبل رمضان بأشهر اللهم بلغنا رمضان وبعد رمضان يبقون أشهرا وهم يقولون اللهم تقبل منا رمضان وقبل الحج يدعون أشرا يسألون الله الحج اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وبعد الحج يبقون أشرا وهم يقولون اللهم تقبل منا الحج نحن نعم الآن كأننا قد أخذنا صكا من جبريل و... والله احنا اعمالنا كلها مقبوله تاب الله علينا واصلح الله عز وجل احوالنا قال نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض اعمالنا فقال لا اقبل منكم شيئا تاب الله علينا واصلح الله احوالنا نعم